انا هخلص كيس الكشري ده واروح اسلم نفسي للسحاوي. انا خلاص يا جماعه فقدت الامل. والله تبقى عملت طيب يالا سي. وقول للسحاوي كمان وانت عنده ان احنا جمعنا الفلوس وانت اللي ضيعتها. وقول له كمان بالمره بقى ان ريتاج وفخر زعلانين جدا من الموضوع ده. عارف يالا سيد؟ الاحسن ليك ان انت تسلم نفسك للسحاوي يخلص عليك بدل ما انا لبحك بايدي. هو احنا ازاي بناكل الكشري في كيس؟ هو انا المفروض احط شاليموه؟ شاليموه يا ريتاج ما تبطلي بيئه بقى، الشاليموه ده بنستخدمه واحنا بنشرب حلبسه بس. طب احنا ليه بناكله في كيس؟ عشان لما كانش الكشري في كيس مش قيس. يعني ايه مش قيش؟ مش قيس يعني مش قيش، بس انا بقولها كده عشان الوزن والقافيه. يا ريتاج يا حبيبتي اكل الكشري في علبه اخطر حاجه، لان درجه حراره الكشري لما بتتفاعل مع العلبه بتحول علبه الكشري لقنبله موقوته ممكن تنفجر في وشك في اي وقت. طب ما الكيس برضه بلاستيك زي العلبه. اه بس البلاستيك بتاع الكيس ما بيتفاعلش مع الحمص. اه ترارارام في سالف الازمن ترارارام راجل فقير غلبان ولاده سايبينه. يا عيني بص الراجل الغلبان اللي هناك ده. بقولك ايه، مش احنا معانا كيس زياده تعالى ندهوله. لا يا حبيبتي ده الكماله بتاعتي واللي هيقرب منه هتبعه. ولا الكوره دي لو جت هنا تاني هقطعها. يعني ده صعبان عليا قوي. صعبان عليك ايه؟ ده وضعه احسن من وضعي بكتير، لا في دماغه سحاوي ولا زفت، يا ريتني مكانه. ولا اي اي بلاش شوبي هلا. ايه ده؟ ركز كده على فخر. مين ده؟ يا انت لسه فاكر يا سيد؟ مش ده ابو نشوى اللي كان بيقابلك وانت راجع من المدرسه وانت صغير؟ ايه هتحكي ايه يا فخر؟ هتحكي ايه قدام ريتاج؟ انت اتجننت؟ لا مش ابو نشوى. ركز كويس، ركز شوف مين ده. ولا بلاش طوبة. مين يعني؟ يا نهار اسوح، ده بابا. اي ايه ده؟ انتوا متاكدين ده باباكو؟ ايوه بابانا. بس يا انا بس يا انا ولا بس يا دي يا ابن البس. بيضربوني بالطوب. انت بتتحدف ده انا بالطوب. معلش معلش بيضربوني بالطوب. معلش معلش ماشي. ايه تعالى معانا تعالى. اجي معاكوا فين؟ انت مش فاكرنا؟ لا مش فاكرك. مين؟ انا سيد الشحات ابنك. سيد الشحات ابني؟ هو ده مين؟ انا فخر العرب يا رزق. قول له فخر الشحات عشان يفتكرك، مش وقت منظره. انا فخر ابنك يا رزق. فخر يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي. الله يبقى انت سيد. حبيبي انا لسه قايل لك. تعال يا رزق. حاضر يا حبيبي حاضر. ما انا ماشي على مهله هو. انا بعمل ايه؟ اركب يلا يا رزق. اركب ايه؟ هركب ميكروباص. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بركب مرشيدش وشبح وعيون. فين الايام دي؟ معلش يا رزق معلش استحمل، احنا عارفين انه مش مقامك بس استحمل. حاضر يا حبيبي. سيد انا هحصلكوا بتاكسي. ها باي باي. ماشي يا حبيبتي باي باي. متضايقه من ريحتي. فين ايام ما كنت بحط احلى برفانات واشيك برفانات من بتوع زمان؟ اولد سبايس وثلاث خمسات والوان منشو. يا سلام على دي. معلش هترجع الايام دي كلها تاني ان شاء الله. معلش يا حبيبي يا ابني. طول عمرك حنين طول عمرك حنين. الله يكرمك. وانت حبيبي. ما كفايه احضان بقى بابا، ده انا لو حاضن فسيخ ريحتها مش هتبقى عامله كده. بتتري على ريحتي؟ فين ايام الفسيخ بتاعت زمان؟ ايام ما كنت بجيب الفسيخ من نبارون كفر الشيخ وجمصه. فين؟ ما خلاص انت حتى الفسيخ ليك معاه ذكريات. يلا بقى اركب يا رزق بقى. حاضر يا حبيبي. الله. ايه ده؟ جايب لي كيس مكرونه اكله في السكه ومخروم عشان اشفطه. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بجيب النص خروف اشويه واقعد اكله.